ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تم العثور في وقت مبكر على رضيعة بمنطقة البرنوس بالدار البيضاء، وأوضح مصدر لماروك أخبار يومية أن امرأة عثرت على رضيعة لا تزال على قيد الحياة ملفوفة في غطاء، وبجانبها قنينة رضاعة للحليب لا تزال ساخنة بمنطقة أناسي بالبرنوسي. وأضاف ذات المصادر لماروك أخبار يومية أن عناصر الوقاية المدنية والعناصر الأمنية حلت بعين المكان، وأنه تم نقل الرضيعة إلى المستشفى المنصوري بالبرنوسي زناتا، وتم فتح تحقيق لمعرفة أم الرضيعة. أو معكم نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.